الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، أصحابكم خلالها محمد السداني. البداية دوما بأهم العناوين. وأنني كوالد للجميع أدعو بل أطلب منكم وسائر إخواني وأبناء المواطنين أن يعوا دائما أبعاد الأخطار التي تهدد أمننا ووجوب الحرص على وحدتنا الوطنية. النطق السامي، توجيهات القائد ونصائح الوالد لكويت، التآلف والتعاضد. أنا من مجلس الأمة وفي حضرة صاحب السمو الأمير وحضور ولي عهده الأمين أدعو إلى أن يتحمل كل مواطن مسؤوليته الوطنية في الترفع عن الأصوات النشاز وعدم الانجراف وراء تجار الشغب حمالي الحطب الذين يريدونها فتنة لا تبقي ولا تذر. دعوات خطاب الغانم، درء الفتن وشحذ الهمم والتمسك بوحدة الوطن. مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ، والحفاظ عليه وحمايته حق ومسؤولية جماعية. تأكيدات حكومية على الوحدة الخليجية ومواجهة الأخطار الخارجية. توصيات بتصحيح المخالفات، ملخص أول الاستجوابات. المجلس يعبر بأمان انتخابات أعضاء اللجان. النشاط الرياضي الكويتي معلق دوليا حتى إشعار آخر. بكلمة أبوية جامعة مانعة، توجه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في نطقه السامي خلال افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر، وهي الكلمة التي اشتملت مضامينها على دعوات نبذ الإرهاب ورص الصف، وعبرت إلى الإجراءات الأمنية في مواجهة محاولات اختراق المجتمع الواحد، وترحمت في تفاصيلها على شهداء الكويت ممن اغتالتهم يد الإرهاب الغادر، ودعت الكلمة إلى التزام الحذر وأخذ الحيطة ممن يريد بالكويت سوءا، وانتهت بتثمين دور المجتمع في الحفاظ على الأمن ومواجهة الخطر المحدق بالوطن، والتأكيد على أن أمن الكويت وأمن المواطنين وسلامتهم فوق كل اعتبار، وهم الشغل الشاغل للقيادة السياسية. لقد ظلت الكويت بعون الله وفضله دار أمن وأمان وواحة رخاء واستقرار، ينعم أهلها بالحرية والتراحم وسط ضبط محيط تستعر فيه نيران الحروب الأهلية والصراعات الطائفية والعرقية، تخوضها جماعات وتنظيمات مسلحة أشاعت الفوضى والإرهاب ونشرت الخراب والدمار وتسببت في سقوط مئات الآلاف القتلى والمصابين ونزوح الآلاف المشردين من ديارهم. وإنه لخطير حقاً أن وباء الإرهاب وجد طريقه إلينا واقترف جريمته الشنعاء بتفجيره مسجد الإمام الصادق رضي الله عنه وأرضاه في شهر الصيام والقيام، ولم يراعي لبيوت الله حرمة، ولم تأخذه بالركع السجود رحمة، وأسقط عشرات القتلى والمصابين، غير أن تلاحم شعبنا فوت الفرصة على من يريد النيل منا وسطره أروع صور
للوحدة الوطنية، إن هذه الجريمة النكراء والخلايا الإرهابية ومخازن الأسلحة والمعدات الإرهابية التي كشفها مؤخراً العيون الساهرة على أمن الوطن والتي نسجل لها الشكر والتقدير تدق عالياً أجراس الخطر تحذيراً وإنذاراً وتوجب علينا المزيد من اليقظة والانتباه. التأكيد على ضرورة نبذ النزاعات القبلية والفئوية والعرقية والطبقية شدد عليه النطق السامي وسط دعوة لجميع أبناء الوطن بإدراك أبعاد الأخطار التي تهدد أمن الكويت، الأمر الذي يستدعي التمسك بوحدة الصف الوطني. وإنه من منطلق الحرص على حماية وحدتنا الوطنية فلن نسمح أبدا بإثارة الفتنة والبغضاء أو العزف على أوتار الطائفية البغيضة أو استغلال النزاعات القبلية والفئوية والعرقية والطبقية. وإذا حدث أن أخطأ فرد في حق الوطن أو المجتمع أو خان الأمانة وفرط بشرف الانتماء الوطني فلا يجوز أبدا التعميم على طائفته أو قبيلته بغير سند أو دليل. وأنني كوالد للجميع أدعو بل أطلب منكم وسائر إخواني وأبناء المواطنين أن يعوا دائما أبعاد الأخطار التي تهدد أمننا ووجوب الحرص على وحدتنا الوطنية والمشاركة بدورهم المسؤول في حماية أمن الوطن، لأن أمنهم وحماية لأنفسهم وأهلهم وأموالهم. ولن ندخر وسعا ولن نظن بجهد أو مال في سبيل حماية أمننا الوطني وتعزيز أجهزة الأمن وزيادة قدرتها وكفاءتها. أمن دول مجلس التعاون الخليجي كان حاضرا في النطق السامي، حيث أكد الأمير على أن أي تهديد يستهدف أمن إحدى دول الخليج هو تهديد للكويت ولسائر دول المجلس. وكل تهديد يستهدف أمن إحدى دول المجلس إنما هو تهديد لأمن الكويت وسائر دول المجلس، نرفضه ونتداعى لدفعه ونتعاون لدحره. وقد تجسد هذا عمليا حين تعرضت الكويت لعدوان قاسم واحتلال آثم عام 1990، كما تأكد هذا جليا حين لاحت مؤخرا نذر الخطر والتهديد لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة الذي هو أمن لنا جميعا. فهبت دول مجلس التعاون بمشاركة فعالة في عاصفة الحزم الذي أطلقها وقادها بكل شجاعة وإقدام أخونا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حماية لأمن المملكة الشقيقة ودفاعا عن الشرعية في اليمن الشقيق والتي اتسع نطاقها في تحالف داعم للمملكة العربية السعودية الشقيقة. وفي محور التطورات الاقتصادية العالمية والواقع الاقتصادي المحلي، قال الأمير إنه وفي ظل انخفاض أسعار النفط عالميا وما يترتب عليه من تراجع في إيرادات الدولة، فمن المهم الإسراع في اتخاذ العاجل من الإجراءات لترشيد الإنفاق العام والتصدي للفساد ومعالجة الاختلالات، وسط تأكيد على ضرورة الحرص على عدم المساس بأسباب العيش الكريم للمواطن أو دخل الفئات المحتاجة أو المساس بصندوق الأجيال القادمة. لا بد من المسارعة إلى مباشرة إجراءات جادة وعاجلة لاستكمال جهود الإصلاح الاقتصادي وإنجاز أهدافه، تستهدف ترشيد وتخفيض الإنفاق العام
والتصدي على نحو فعال لمظاهر الفساد وأسبابه ومعالجة الاختلالات التي تشوب اقتصادنا الوطني، حيث أن التأخير يزيد العجز تراكماً والوضع تفاقماً، مما يتطلب جهوداً أكبر وكلفة أعلى في المستقبل. وإذا أضع أمامكم حقائق وأبعاد الأزمة وأطلب من المجلس والحكومة المسارعة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات إصلاحية عاجلة، وأؤكد على أن يكون كل من المجلس والحكومة القدوة الحسنة والأخذ بزمام المبادرة في تجسيد الانضباط والالتزام بهذه الإصلاحات وبرامجها الزمنية، منتهزين هذه الفرصة لتصحيح مسارنا الاقتصادي، ساعين إلى البحث عن مصادر أخرى للدخل تعزز قدرتنا وإمكانياتنا. كما أدعو كل مواطن إلى إدراك أهمية وجدوى تلك الإصلاحات وتفهم تدابير الإصلاح وتبعاته والتعامل المسؤول مع متطلباته ومقومات النجاح، مؤكدين الحرص الدائم على عدم المساس بأسباب العيش الكريم للمواطنين أو دخل الفئات المحتاجة وتجنب المساس بصندوق الأجيال القادمة. وقد اختتم النطق السامي بمخاطبة السلطتين بأهمية التعاون لتسريع عجلة الإنجاز وحل مشكلات المواطنين ومعالجة قضاياهم وتسهيل مصالحهم. لقد دأبت في خطاباتي السابقة أن أذكركم بأهمية العمل على تجسيد التعاون المأمول بين المجلس والحكومة من أجل زيادة الإنجاز وحل مشكلات المواطنين ومعالجة قضاياهم وتسهيل مصالحهم، لا سيما أن حجم التحديات التي نواجهها والأخطار التي تحيط بنا تجعل التعاون ضرورة ملحة وواجبا حتميا واستحقاقا وطنيا. إن ثقتي وثقة أهل الكويت بكم كبيرة، ولا شك بأنكم حريصون على الارتقاء لحجم تلك التحديات وتأمين متطلباتي ومواجهاتها وتجاوزها بإذن الله، والعمل من أجل بناء حاضر الكويت ومستقبلها وتلبية آمال وطموحات أهلها الأوفياء. رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تمحور خطابه حول أكثر من قضية وملف، وقد آثر الرئيس الغانم أن يستهل كلمته بالإشادة بأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وبموقفه الأبوي حين تواجد بشكل فوري وعفوي في موقع تفجير مسجد الإمام الصادق رغم المخاطر، واصفا هذا الموقف بلحظة الشموخ التي سمت فوق كل الآلام والمخاطر. يقول المولى عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إن من قواعد البلاغة أن يستقيم المبنى حيث يستريح المعنى، ويبدو أن غدرنا يا صاحب السمو أن يكون ترحيبنا بكم في بيت الشعب مختلفا كل عام، وهو أمر مرتبط بقدركم السامي ارتقاء من مقام عال إلى مقام أعلى، مما يستدعينا للانتقال من مقال إلى مقال. لقد استقبلناكم العام الماضي بما يليق بمقام القائد الإنساني، وقبلها استقبلناكم كقائد سياسي حكيم عبر بالبلاد من أتون الأزمات السياسية المفتعلة. واليوم يا صاحب السمو نستقبلكم في بيت الأمة ليس كأمير للدولة ورأس للسلطات وحامل للدستور وقائد إنساني فقط، بل نستقبلكم إضافة إلى كل ما سبق من المقامات التي تستحقونها أباً مجرداً ورب أسرة بالمعنى الذي يتربع عرش قلوبنا. فباسم نواب الأمة أقول: إنما قمتم به يا صاحب السمو عند مسجد الإمام الصادق عليه السلام بتواجدكم الفوري والعفوي مكان التفجير رغم المخاطر
واحتضانكم السريع لكل أبناء الكويت كانت لحظة شموخ سمت فوق كل الآلام والمخاطر، لحظة جمعت بين الإقدام في ساحة الوغى والعزم في موقع الفزع وجلد الأبوة أمام امتحان الدم. إن وقفتكم الرائعة الشجاعة بين جفون الردى في تلك الجمعة الرمضانية الباكية تحتضن شهداء الكويت ضحايا الغدر والتطرف والإرهاب ستبقى مشهداً خالداً في تاريخ الكويت وشاهداً صادقاً على وعي شعبها وأبوة قائدها، وستبقى أنتك الخافتة الصابرة الحزينة. هذول عيالي تناسم أسماعنا، وستبقى أنتك الخافتة الصابرة الحزينة. هذول عيالي تناسم أسماعنا فتهتز لها راياتنا زهوا وولاء، ويلتهب بها حماسنا عجبا وثناء، وينكسر أمامها حقد المجرمين خزيا وانكفاء. فأهلا بك أميرا وقائدا، وأهلا بك ربانا ورائدا، وأهلا بك في عرينك وبين عيالك إنسانا وأبا عطوفا حانيا. حضرة صاحب السمو حضورنا الكريم، في ظهر يوم جمعة من شهر الهدى والفرقان، وفي أثناء صلاتهم في مسجد الإمام الصادق عليه السلام، سقط الركع السجود مدرجين بدمائهم الطاهرة شهداء جريمة آثمة استهدفت أمان الكويت وسماحة أهلها ووحدة صفها. فإذا الكويت بفضل الله ونعمته وبجرأة الأمير وحكمته وبوعي الشعب ووحدته ترد خنجر السم إلى صدر صاحبه معتصمة بالإله الواحد وبرسالته الخالدة وبرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهكذا، وبدلاً من نصب سرادق التخوين وحشد ساحات التهويل والتنديد، وقفنا جميعاً بعيون دامعة وقلوب خاشعة نزف الشهداء ونتقبل العزاء ونقيم صلاة الجمعة التالية في مسجد الفداء. وقد أكد الغانم في كلمته على أن الوحدة الوطنية كانت وستبقى هي السلاح الفتاك ضد الإرهاب الجبان، مشدداً على أنه لا دولة ولا تنظيم ولا حزب ولا فكر يعلو فوق مصلحة الوطن. وما كدنا نلملم دمعنا على شهداء الصادق حتى فوجئنا بقضية خلية الأسلحة التي تمثل وجهاً آخر من أوجه الإرهاب، ما يستوجب الالتفاف حول القيادة السياسية والتعاون من أجل حماية وصون أمن الكويت. لقد كانت الوحدة الوطنية سبباً في انتصار شعبنا العظيم خلال كل المحطات الحاسمة عبر تاريخنا القديم والمعاصر، وستكون سلاحنا الفتاك ضد الإرهاب الجبان تجسيداً لقناعة كل فئات الشعب أن لا دولة ولا تنظيم ولا حزب ولا فكرة يعلو فوق مصلحة الوطن الغالي، حيث تنطلق المواقف هنا من قاعدتين لا يماري فيهما عاقل: تطبيق العقوبة على من تثبت إدانته، وأن لا تؤخذ الجماعة بجريرة الفرد. وإنني من مجلس الأمة وفي حضرة صاحب السمو الأمير وحضور ولي عهده الأمين أدعو إلى أن يتحمل كل مواطن مسؤوليته الوطنية في الترفع عن الأصوات النشاز وعدم الانجراف وراء تجار الشغب حمالي الحطب الذين يريدونها فتنة لا تبقي ولا تذر، ذلك أن تصنيف الإرهاب حسب الهوية أو الطائفة خطيئة بالغة الضرر، وأخذ الجماعة بجريرة الفرد انحراف مدمر. وإذا كانت فصول جريمة مسجد الصادق قد انتهت بأحكام القصاص العادل والحازم على من ثبت عليه الجرم، فإننا على ثقة كاملة بأن عدالة القضاء تجاه من تثبت إدانته في خلية السلاح ستكون بذات الحزم وبذات العدل. ولا يفوتنا هنا تسجيل كل التقدير والعرفان لرجال الداخلية والدفاع والحرس الوطني، ومعهم رجال القضاء الذين يقفون سداً منيعاً أمام محترفي الفتن وعرابي الإرهاب الشنيع. ففي حركية تاريخنا الإرهاب جرثومة مستنسخة
ومعركتنا ضده ليست مستحدثة، هي جولة أخرى في حرب لم تنل من هويتنا ووحدتنا في زمن ليس ببعيد، وعن دروسه لا يجب أن نغفل أو نحيد. حرب لم تزدنا إلا تماسكاً وتعاضداً وصموداً، حرب لم نخترها لكننا اخترنا التصدي لها بسيف الحق، دفعنا الثمن غالياً ومستعدون للمزيد. في هذه الحرب الرهان هو وجودنا والمستهدف هويتنا. سننتصر لأننا نقف على الجانب الصحيح من التاريخ، سننتصر لأن الكويت قضيتنا، لأن الكويت قدرنا. متوهم من يعتقد أن العدوان علينا يرهبنا أو يثنينا، وكما الشهيد فينا يحيينا، فالطعنات من بين ظهورنا تقوينا، والعثرات أمامنا تبنينا، ومهما اكتوينا بنار الإرهاب فإن الكويت تداوينا وتحتوينا. وقد اشتمل حديث الرئيس الغانم على الإنجازات غير المسبوقة لمجلس الأمة والتي أثمرتها المثابرة والمتابعة وروح المسؤولية من قبل أعضاء المجلس، وسط تأكيد على استمرار هذا النهج البناء لما فيه المصلحة العامة. في موقف مماثل قبل عام ذكرت أمامكم يا صاحب السمو أن مجلس الأمة قد اختار الطريق الأصعب، فآثر المصارحة على المجاملة والمكاشفة على المداورة، ولم نؤمن يوماً باستحالة الحل، فحيث يوجد عمل ثمة أمل بالحل. لقد التزم المجلس الطريق الذي اختاره، فأنجز 49 قانوناً عاماً، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الأدوار المتعاقبة، وساهم في حل المشكلة الإسكانية عبر توزيع 4 أضعاف عدد الوحدات السكنية الموزعة في السابق، وهي طفرة تنتظر استنساخاً وتعميماً على قطاعات التعليم والصحة وغيرهما. ووفاءً بتعهداتنا أمام الله والشعب، وإيماناً بأن الطهارة السياسية تبقى شعاراً بلا مضمون ما لم تقترن بالفعل، كنا السباقين إلى تقديم بيانات الذمة المالية. ولأن المهام التشريعية لمجلس الأمة تكتمل بالدور الرقابي، فقد قمنا بتخصيص جلسة جمعت الحكومة وديوان المحاسبة في فضاء مكاشفة ومصارحة كأسلوب رقابة غير مسبوق، مع استمرار بالمتابعة، وقد نتج عنها معالجة الكثير من الملاحظات التي تكررت في تقارير الديوان سنوات طويلة. وإنني إذ أذكر كل هذا مقروراً بحمد الله على توفيقه، وشكر صاحب السمو أمير البلاد على رعايته، وسمو ولي العهد على دعمه، أود أن أؤكد إنه ما كان للمجلس أن يحقق هذه الإنجازات كلها لولا جهود أعضائه، ولولا ما أبدوه من متابعة ومثابرة وإحساس عميق بالمسؤولية. كما أود أن أؤكد وعينا جميعاً بأن الطريق لا تزال طويلة، وبأن المسؤولية تزداد مع تقلبات الأحداث عبئاً وخطورة. ورغم أننا قد حققنا تقدماً واضحاً نحو إقرار مشروع قانون تعزيز استقلالية القضاء بما يبشر بإنجازه قريباً بإذن الله، فإنني أرجو أن نتفق جميعاً على أن الإنجاز الأهم الذي نجحنا في تحقيقه هو إعادة الحراك المجتمعي إلى جادة الفعل بدلاً من متاهات الانفعال، وهو الخروج من حالة المراوحة إلى مرحلة السير الحثيث، وهو أيضاً الارتقاء بعلاقة السلطتين من حلبة الغلبة إلى صعيد التعاون. وهنا أود أن أسجل لسمو رئيس مجلس الوزراء كلمة صدق وشكر لما اتسمت به مواقفه من تعاون صادق مع توجهات المجلس التشريعية والرقابية، ومن تفاعل إيجابي مع العديد من مطالبه وتوصياته، غير أن هذا كله لا ينفي أبداً بقاء ملفات العديد من المشاريع والمجالات عالقة تنتظر القرار بسبب التفاوت الواضح في سرعة الإنجاز. كما أن هذا لا يمنعنا من التذكير بأن المدة التي استحقها الأخوة الوزراء للإمساك بزمام المسؤولية ليست تفويضاً مفتوحاً بلا حدود أو فرصةً مشرعةً بلا قيود، بل هي توكيلٌ حدوده الكفاءة وفرصةٌ أجلها الإنجاز، خاصةً وإن جهود السلطة التشريعية لا يمكن أن تؤتي ثمارها كاملةً ما لم تقترن بكفاءة التنفيذ إتقاناً وتكلفةً وزمناً.
وفي المحور الاقتصادي من خطاب الغانم، وجه رئيس المجلس الدعوة للحكومة والمجلس وكافة الجهات المعنية إلى دعم جهود الشباب الكويتي إلى العمل الحر والعمل في القطاع الخاص. وإذا كان من حسن حظ الكويت أن يكون القائد الإنسان الشيخ صباح الأحمد هو ربان سفينها في هذا الإبحار الصعب، فإن على السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تكون أكثر سرعة في استلهام توجيهات سمو الأمير وأكثر قرباً من نبض الشعب لكي ننجح في توفير شروط الإبحار الآمن وإحداث التغيير الذي يستوعب التحولات دون جزع أو انبهار ويوجهها بكل ذكاء واقتدار. وإذا كان جهلنا أو تجاهلنا للحكمة القرآنية في التوازن العادل بين الاستثمار والاستهلاك قد أضاع علينا فرصة للاستفادة من سنوات ارتفاع أسعار النفط، فليس ما يدعونا إلى الجزع من انخفاض هذه الأسعار رغم شدته وصدمته وقسوته شريطة أن نتبنى السياسات الإصلاحية الموائمة فوراً، خاصة وأن المشكلة قد نشأت أصلاً عن تفاقم الهدر وتواضع الإدارة. وإني إذا أتوجه هنا بدعوة الحكومة والمجلس وكافة الجهات المعنية إلى دعم الجهود الرامية لتوجيه الشباب الكويتي إلى العمل الحر والعمل في القطاع الخاص، أتوجه لشبابنا أيضاً بالدعوة للتفكير خارج منطق الدولة الرعوية والمواطنين الرعايا وللعمل على ابتكار الحلول بدل الوقوف عند حافة المطالبة بها. وما يجب أن يوفره تعاون السلطتين أيضاً هو العمل على تعليم الأجيال ما يرسخ ركائز الدولة وشرعيتها ويكرس رفعة الإسلام وسماحته، ليبقى الوطن قبل القبيلة ويبقى الدين فوق الطائفة وتبقى الكويت دولة حرة لشعب أبي. واختتم الغانم كلمته بالتأكيد على أن مجلس الأمة سيبقى دوما على قدر المسؤولية خلف أمير البلاد، متحملا أدواره التاريخية وواجباته الوطنية للنأي بالبلاد والعباد عن أي مخاطر ومهالك. إننا نتابع بقلق شديد ما تشهده المنطقة من هزات وعواصف وإرباكات للخارطة السياسية والأمنية وإعادة صياغة للمعادلات الإقليمية والتوازنات الدولية، وسيبقى مجلس الأمة على قدر المسؤولية خلف أمير البلاد رئيس السلطات معيناً له، متحملاً أدواره التاريخية وواجباته الوطنية للنأي بالبلاد والعباد عن المخاطر والمهالك، مسترشدين بكم يا صاحب السمو لما تملكونه من مهارة الدبلوماسية والحكمة السياسية اللتين كانتا جسر العبور بين حقول الألغام التي أحاطت بنا. لقد حرصنا في مجلس الأمة على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية بما يخدم السياسة الخارجية الكويتية، فعملنا على فتح جسور التواصل مع نظرائنا في الدول الديمقراطية الشقيقة والصديقة والمؤثرة، وأستطيع القول بكل ثقة بأننا نجحنا في تعزيز تلك الروابط وقادرون على تفعيلها متى اقتضت الحاجة إلى ذلك. وأود هنا أن أنوه باعتزاز وفخر بدوركم يا صاحب السمو حين كنتم سباقين قبل دول العالم في استشراف تداعيات الكارثة الإنسانية في سوريا، فلم تكن الكويت بحاجة إلى رؤية الصور المروعة لأحوال اللاجئين بحثاً عن الأمن والأمان كي تقدموا العون لهم، وهو ما يؤكد اعتزازنا بالسياسة الحكيمة التي صختموها يا سمو الأمير عبر سنين طويلة، وإن ثقتنا الكاملة المطلقة بفزعة الكويتيين جميعاً لوطنهم هي التي تبقينا رغم خطورة ما يحيط بنا ورغم غموض ما لا نحيط به، محكومين بالأمل، مسكونين بحب وطن ليس لنا بعد الله سواه، وليس لنا ولو ملكنا الدنيا مثيله أو بديله، فلنتق الله في وحدته، ولنتق الله في شرعيته، ولنتق الله في أولادنا. وفي الشق الحكومي، أكد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن إنجازات خطة التنمية تجاوزت 80% بعد أن كانت 56% خلال العام الماضي. وشدد في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر على أن حماية أمن دول مجلس التعاون حق ومسؤولية جماعية تشترك فيها جميع دول المجلس بقيادة المملكة العربية السعودية. مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ،
والحفاظ عليه وحمايته حق ومسؤولية جماعية تشترك فيها جميع دول مجلس التعاون بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، التي نسجل بالتقدير والاعتزاز دورها الإيجابي في نصرة الحق وإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة. فالدستور دائماً هو مرجعنا جميعاً الذي يحكم بيننا وينير لنا معالم الطريق وقضاؤنا العادل المشهود له بالحياد والنزاهة، هو الملاذ للفصل فيما قد يقع من خلاف، ونحن جميعاً نعتز بقضائنا ونحمل ونحمل له كل التقدير والاحترام. نسبة الإنجاز في المشروعات قد حققت تقدماً ملموساً تجاوز 80% لعام 2014-2015، بعد أن كانت 56% للعام المنصرم 2013-2014. من ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الوحدة الوطنية والكلمة الجامعة للكويت هي السد المنيع لمواجهة خطر الإرهاب، منوها لجهوزية وإجراءات الأجهزة الأمنية الكفيلة بالحفاظ على الكويت ومن يقيم على أرضها. لقد استمعنا جميعا بآذان مصغية وعقول مدركة واعية لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، والتي أشار فيها سموه حفظه الله إلى أهم التحديات التي تواجه الكويت الغالية حاليا، وهي حماية أمنها من جميع المخاطر المحيطة بها ولا سيما الإرهاب الأسود. فالكويت مصانة بإذن الله بتكاتف وأهلها وتلاحمهم، وإذا كانت وحدتنا الوطنية وكلمتنا الجامعة هي السد المنيع لمن تسوله نفسه محاولة المساس بأمن هذا المجتمع، فإن جهوزية الإجراءات الأمنية وكفاءتها وحرص رجالها المخلصين كفيلة بمواجهة كافة الاحتمالات التي تبقي الكويت واحة أمن واطمئنان لكل من يقيم على ترابها الطاهر. وتجسيداً لتفهم المجلس الموقر وحرصاً على التعاون البناء مع الحكومة لحماية أمن الوطن والمواطنين، فقد بدأ العمل في تفعيل عدد من القوانين المهمة التي اعتمدها المجلس، ومنها القانون 78 لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية، والقانون 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، والقانون رقم 6 لسنة 2015 في شأن تنظيم جمع الأسلحة والدخائر، مما سيكون له انعكاساته الإيجابية في تعزيز أمن البلاد واستقرارها. ولن تألو الحكومة جهداً في الاستجابة لكل جديد للارتقاء بمعايير العمل الأمني من أجل تنفيذ برامجها للتطوير والتحديث لكافة القطاعات الأمنية والخدمية. ومع تدشين الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة، ناقش المجلس محاور استجواب النائب محمد طنا بحق وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، وانتهى الاستجواب دون تقديم كتاب طرح ثقة، فيما قدم المجلس توصياته لمعالجة المخالفات خلال 3 أشهر، وكان أبرزها الدعوة إلى تطوير العمل في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وزيادة الكوادر الوطنية العاملة لاستيعاب حجم العمل الكبير ومراجعة جميع القرارات التي تم التطرق إليها في الاستجواب للتأكد من صحتها. زكى المجلس أو مجلس الأمة في جلسته الأولى في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي 14 النائب عادل الجار الله الأخرافي أمينا للسر، وانتخب المجلس النائب عبد الله التميمي لمنصب مراقب مجلس الأمة لدور الانعقاد العادي الرابع بحصوله على 34 صوتا، في حين حصل منافسه النائب سعدون حماد العتيبي على 26 صوتا. مع انتهاء المهلة الممنوحة للكويت من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، اتخذت الأخيرة قرارا بتعليق النشاط الرياضي للاتحادات الرياضية الكويتية بشكل كامل وحتى إشعار آخر، وكانت الفيفا قد أوقفت اتحاد الكرة، كما تم إيقاف اتحاد كرة اليد فقط.
أكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله دعم الكويت لجهود ودور الأمم المتحدة في كافة القضايا المتعلقة بتحقيق السلام والأمن الدوليين. تصريح الجارالله جاء على هامش حضوره الاحتفال بمناسبة يوم الأمم المتحدة والذكرى 70 لإعلان الميثاق. نتفاعل مع الأمم المتحدة، ومن هذا المنطلق علاقتنا وثيقة وتاريخية وحيوية ومهمة مع الأمم المتحدة، وستبقى هذه العلاقة التاريخية المتميزة مع الأمم المتحدة، وسنواصل دورنا في المحافل الدولية في أروقة الأمم المتحدة لدعم هذه المنظمة الدولية العريقة. ونتمنى في هذه المناسبة أيضا أن تطلع الأمم المتحدة بمسؤولياتها وبدورها التاريخي في الحفظ الأمن والسلام في المنطقة. إن التزام دولة الكويت بالعمل الإنساني والتنموي ليس بجديد، فمنذ انضمامها إلى عضوية الأمم المتحدة في عام 1963 لم تدخر دولة الكويت وقتا أو جهدا في سبيل دعم القضايا الإنسانية ودعم دور الأمم المتحدة في الاستجابة للأزمات المختلفة حول العالم، ولعبت دورا رياديا في حشد الدعم الدولي الإنساني لمواجهة هذه الأزمات. إكسير اسم تثق به. السلام عليكم. حصوات المرارة تتواجد بنسبة 20% لدى الناس، وليست جميع الحصوات الموجودة في المرارة تكون مسببة للأمراض، فكثير من الأحيان لا تكون الحصوات صامتة من غير أي مشاكل. في حالات وجود مشاكل من الحصوات، أي آلام وقت تناول الأطعمة الكثيرة الدهون، أو وجود التهابات متكررة لدى الحصوات، أو انسداد بقنوات المرارية بسبب تحرك الحصوات من موضعها، في هذه الحالة المريض يحتاج دخول المستشفى ويخضع لكورس علاجي من المضادات الحيوية، وينتهي الموضوع في إزالة المرارة عن طريق المنظار الجراحي. وسلامتكم إن شاء الله. إكسير اسم تثق به. وتيرة متدنية تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم إلى الصفحة الاقتصادية. أغلقت سوق الكويت للأوراق المالية تداولاتها على انخفاض مؤشراتها الثلاث، حيث أنهى المؤشر الوزني تعاملاته متراجعا بنحو 16 نقطة، في حين هبط المؤشر السعري ب 12 نقطة. أما مؤشر كويت 15 فقد اختتم تداولاته متراجعا بنحو 18 نقطة، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الأغلاق نحو 9,510,000 دينار. انخفض سعر برميل النفط الكويتي 52 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 41 دولارا و24 سنتا، ويعزى هذا التراجع إلى المخاوف من تفاقم تخمة المعروض في المنتجات النفطية، مع توقعات ببلوغ مخزونات نواتج التقطير الأمريكية والأوروبية مستويات تاريخية مرتفعة، بالإضافة إلى انتهاء دورة الصيانة بمصافي التكرير الأمريكية. رالي الباها يعود للواجهة، التفاصيل في الصفحة الرياضية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم إلى الصفحة الرياضية. منافسات رالي الكويت الباها 2015 تعود إلى الواجهة من جديد بعد انقطاعها سنوات عدة من خلال تنظيم نادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات هذه الفعالية، وستنطلق منافسات البطولة فعليا بإقامة السباق الميداني يوم الجمعة على طريق الوفرة، على أن يكون الختام رسميا مساء السبت المقبل. وأعرب رئيس اللجنة المنظمة للرالي ورئيس لجنة الراليات بالنادي الشيخ عذبي النايف الصباح عن ثقته بقدرات المتسابقين على تقديم أفضل المستويات التي تعكس قدراتهم الحقيقية والمستوى الذي وصلوا إليه. وأثنى النايف على الرعاية والتعاون الدائم بين النادي والهيئة العامة للرياضة في تنظيم البطولات التي تستقطب
هواة هذه الرياضة. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بإمكانية المشاركة معنا عبر إرسال فيديوهات أو صور لأي تجاوزات ترصدها كاميرات هواتفكم المحمولة من خلال رقم الواتساب الظاهر على الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب ومشاهدة جميع نشرتنا وبرامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب الراي تيوب. إلى اللقاء.